السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما تسعى شركة ألبا على الدوام خلق القيمة الحقيقية لجميع الأطراف، من ضمنها إعداد كوادر وطنية مؤهلة لحلحلة البحرين بما يفوق 84% من القوى العاملة. وتعتبر صناعة الألمنيوم رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي أكثر من 13% من الناتج القومي المحلي. ونحن مستعدون لمساندة القيادة الحكيمة في المرحلة القادمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030. وقد خطونا في ألبا بالفعل بخطوات مهمة في هذا الاتجاه لرسم خارطة الطريق نحو الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060. وإن شاء الله نختم هذا العام بكثير من الإنجازات على جميع الأصعدة. وشكرا لكم جميعا.